شايف ان احنا ان شاء الله ممكن نكسب الماتش اللي جاي 2-0 على ارضنا، وشايف زي ما احنا ادينا الماتش اللي هناك بكل رجوله كان بره ارضنا. اعتقد النهارده اتمنى ان الجمهور يحضر اكتر، وان الاتحاد يسمح لنا ان احنا جماهير تحضر اكتر، وان شاء الله هنكسب باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله تبقى فوز سهل باذن الله الاهلي باذن الله تعالى، وهيبقى صعود ان شاء الله لدور 8 باذن الله بسهوله، وان شاء الله ربنا يوفقهم. يعني هو ما فيش غير التوفيق باذن ربنا سبحانه وتعالى. والله اتمنى نفوز 3-0 3-1 ان شاء الله نغلب باذن الله ونوصل للادوار النهائيه. باذن الله نكسب 2-0 باذن الله. ان شاء الله يعني الاهلي ممكن يكسب 3-1، دي توقعاتي للفاينل بتاع الماتش. والنادي الاهلي ان شاء الله يشرفنا زي كل مره بيفرحنا فيها في كل البطولات وكل الماتشات اللي بنتفرج عليها، هو دايما سبب فرحتنا. يعني 2-0 ان شاء الله، ان شاء الله فوز النادي الاهلي 3-0، وان شاء الله يبقى فيه نتيجه، يبقى فيه اداء حلو من اللعيبه في ظل وجود الجماهير، طبعا يقدروا يفرحونا. اتمنى ان احنا بنفس الاصرار والعزيمه اللي لعبنا بيها هناك نكمل هنا وما نتغرش بالنتيجه اللي احنا حققناها هناك، عشان احنا لسه طويل، مشوار طويل للبطوله. التركيز، بس التركيز، التركيز ده اول حاجه. كان الشوط الاول ما كانش موجود، في الشوط الثاني لو احنا كنا احسن، لو انتوا خدتوا بالكم يعني من الموضوع، فهي بس ناقص التركيز في اللعيبه واللعب الجماعي. ان شاء الله اقول للعيبه كلهم حافظوا على الكيان اللي انتوا بنيتوه واللي انتوا مستمرين فيه والكيان اللي انتوا موجودين فيه حاليا، ده كيان كبير وعظيم. لازم تحافظوا عليه بالتدريب الكتير والتركيز الكويس والمحافظة على اسم النادي الأهلي واسم مصر طبعا قبل أي شيء. يعني انتوا طول عمركم رافعين راسنا في أي حتة، واحنا ما بنخافش من أي فريق، الأهلي رقم واحد طول عمره. فبإذن الله الماتش الجاي انتوا رجالة وهتقدروا اللي انتوا تكسبوا هنا مرتاح، وإن شاء الله البطولة دي بتاعتنا بإذن الله. عايزين نروح كأس عالم تاني إن شاء الله بقى، ونحقق ميدالية بإذن الله أحسن إن شاء الله بإذن الله. دايما قد الثقة ودايما بتفرحونا جماهير الأهلي، احنا دايما بنعتمد على اللعيبة، فاحنا دايما عايزين نبقى في ظهرهم ونبقى دايما بشكل أحسن، وإن شاء الله المباراة تخلص بتأهل النادي الأهلي، وإن شاء الله نوصل كأس عالم ونحقق نتيجة كويسة.